الشاشة أمامنا دلوقتي كابتن شاوي غريب، وهو معايا على الهاتف أيضا. كابتن شاوي مساء الخير، المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي. ألف ألف مبروك كابتن شاوي. الله يخليك طبعا يا محمد، وربنا يخليك، متشكرين جدا جدا، وطبعا شكر طبعا لمدربه استاذي ومدربه في المنتخب، وانا لاعب كابتن عبد ربنا يكرمك يا ابو الشوق. طبعا الكاس اللي هو عملنا بدايه وفضل علينا كلنا، وكابتن صلاح دلبس طبعا، سالفول لك كابتن. وقد ايه انا كنت سعيد امبارح باللي كان موجود واللي كان والاحساس اللي موجود، وربنا باذن الله يا رب. والله العظيم يا كابتن عبدنا، ربنا انتك وحسنات كل الناس اللي بتشتغل معاك حقيقي، شكرين يا كابتن. يعني قبل يا كابتن ما اخدك وهخش على جزئيه المنتخب الاولمبي وابارك لك بقى، ونتكلم في تفاصيل الفتره اللي جايه ان شاء الله مع حضرتك، عايز بقى اليوم امبارح كان بالنسبه لك ازاي، والشكل اللي انت شفته امبارح بالنسبه للتكريم ده كابتن. انا والله العظيم ثلاثه، يعني انا بقولها كده، انا عينيا بكت وانا شايف لعيبه كنت بقف واقعد ورا الجون المهم الكور، وهم طالعين يكرموا وهم طالعين يكرموا في يوم زي ده، واللي فيهم مصاب واللي فيهم تعبان واللي فيهم عنده حاجات تمنعه من اللي فيه، والناس كلها حرصها على التواجد، حرص سياده الوزير والكمانتياني والناس كلها، الشخصيات الكبيره اللي كانت موجوده كلها في قلب الاحتفال ده. والله العظيم يا محمد، يعني بص، يعني احنا مش هنحس بالحاجه دي الا لما نكبر زيهم كده. صحيح. ولما نكبر زيهم كده مهما كان، يعني سيبك من اي حاجه تفكر، يعني التكريم في حد ذاته هو وسام على صدر الشخص اللي جه نفسيا كمان يعتبره. يعني انا والله شفت الكابتن عادل احمد امبارح، ده كان مدربي وانا في ناشئين، يعني الكابتن حنفي اللي كنت بقعد اجيب له الكوره من وراه الجول، انا بكلمك بصراحه، يعني كباتن بقى مصر اللي في الانديه كلها، اللي كلنا ما نقدرش نتكلم عليها ولا نقول عليها حاجه، اللي ده محمد وقت ما كانش فيه فلوس، وقت الناس دي لا كانت في احتراف ولا بياخدوا فلوس ولا بياخدوا حاجه ولا كانوا بيشتغلوا بايه ولا في حاجه، نجوم بصراحه نعرف كلنا نشيد بيها ونعمل بيها، وممكن تكون فيها اي حاجه. وانا يمكن والله العظيم انا قلت للكابتن ابو ربيله، ويمكن كلامي بوجهه وبقوله على الهواء مع الكابتن عبد المنعم الحاج، هو ده مدربي اللي خد المنتخبات وخد بطوله افريقيا معاه، وانا لسه عندي 17 18 سنه ولا 19 سنه، ان احنا اول جهاز هنكون في المنتخب جهاز الاولمبي ده اللي هيمشي في السياسه اللي هتوضع على 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 مدربي الانديه اللي كان الكابتن ابو رجيله وكان الكابتن عبد المنعم بيختار معاه. احنا اول ناس هنطبق علينا الحاجه دي بلا نقاش وبلا اي حاجه. طيب كابتن بيطبق على اي حد، انا بقول لك كابتن عبد اعتبره بيطبق علينا كلنا كجهاز، كل شهر اللي هيقول عليه احنا الناس. يعني كابتن انت يعني هي جزئيه للفتره الجايه، ازاي انت تفضل هذه الجمعيه تكبر وتكبر من وجهه نظر كابتن شاوي؟ انا عارف ان حضرتك من الناس الاذكياء جدا في حته الاداره كمان مش من التدريب، بتشوف ان الامور دي ممكن تكبر ازاي كمان يا كابتن، او الجمعيه دي تكبر بشكل كبير؟ بص بص يا حمد، يمكن والله العظيم انا كان عندي، كان في اقتراح مره وعرضته على الكابتن عبد الكريم، على الكابتن كيلا طبعا اخويا الكبير، واللي خلاني اشتغل في ابقى مدرس برضه، هو اللي اول واحد خدني مساعد ده. تمام. يمكن انا قلت كلمه يا محمد، ودي موضوع سهل جدا وموضوع يجيب ايرادات كويسه جدا جدا جدا، انا برضه هقول له كابتن الحاج وبقوله، احنا عندنا المدارس الكوره اللي موجوده اللي هي الملاعب يا محمد، ملاعب اللي هي الخماسي اللي موجوده اللي بتتاجر دي، وبيجي فيها ناشئين كبار والكلام ده وكده، من الممكن يكون واحد عايز من المدربين بيساهم بالماء. طب ايه اللي يساهم بمجهود يوم واحد بس يجي يضرب مثال معموله؟ تمام. لو انت عندك المدرسه دي لمده 30 يوم، وال 30 يوم دول انتقدت لهم 30 مدرب كلهم اساميهم كويسه، اكيد في اولياء امور كتير هيجيبوا ولادهم. طبعا. ولما اولياء الامور دول يجيبوا ولادهم كلهم، شوقي بيوم، كابتن خطيب بيوم، كابتن محمد بيوم، الناس الكبار كلها، كل كابتن حسن شحاته، كل النجوم الكبار فاروق عصام، الناس الكبار دي كلها انت مش عايز منهم مال، انت عايزه بس متواجد في اليوم ده. صحيح. يجي متواجد في اليوم ده اللي انت تختاره فيه بس. يجي يقف وسط الناس ويمرن الولاد ويكلم الولاد، اكيد الاهالي هتقبل على مدرسه زي دي اكتر من اي مدرسه. صحيح صحيح. متهيألي لا لا كلام حلو، هي فكره، هي افكار الكابتن بتبقى متواجده لخدمه الجمعيه نفسها. يعني صدقني في مدارس بتتعمل
في اماكن كتيره وحاجات كتيره بتدخل دخل كويس. صحيح. يعني في ناس عايشه على موضوع زي ده. انا متاكد موضوع زي ده متاكد لو هو ملعب او ملعبين معمودين مخصصين والملعبين دول ممكن الكابتن عبد المنعم يتكلم فيهم سياده الوزير ويبقوا مثلا في الشباب الكتيره او يكونوا في مكان من الاماكن اللي دي لهم ساعات معينه والناس تبقى عارفه ان اللي جاي النهارده كابتن محمود الخطيب يقعد او كابتن حسن شحاته يقعد حاجه جميله طبعا او كابتن فاروق جعفر يدرب الناس الساعتين دول. انا بقول اسماء برضه لها في كره القدم باع كبير طبعا وباع كبير وجايين من الناس القدامى يقعدوا ينتقوا من الولاد الولاد ويكلموا الولاد. انا متهيألي هيبقى ربحها كويس وهتبقى مشروع برضه. احنا بتوع الكوره بنشتغل في الكوره. صحيح. ما بنشتغلش في حاجه ثانيه. صحيح يا كابتن. يعني ما بنعملش عمل تجاري واحنا بنشتغل في الكوره برضه لصالح الجمعيه يعني. لا فكره جميله كابتن والافكار يعني انا شايف استاذ صلاح بيكتب الفكره بتاعتك عشان لو ممكن في وقت من الاوقات يتم تطبيقها. دي حاجه مميزه جدا ان هم ياخدوا افكار النجوم. النهارده في نجوم كتير الناس بتحبها كابتن. طبعا. كابتن يعني في نجوم صغيره. بره للجمعيه برضه. كابتن طلعت نجوم كابتن مختار في نجوم كتيره. صحيح. الواحد بس انا مش محتاجين منه يوك واحد يجي فيه ثلاث ساعات. وفي الحقيقه كابتن هي لمسه وفاء بتبقى موجوده الصراحه ولازم احنا كلنا نساعد بامانه كابتن شوقي. وجود حضرتك في الاحتفال ده وجود نجوم كبار موجودين اعتقد دي حاجه كانت محترمه جدا من حضراتكم. سياده اللواء عايز تقول حاجه كابتن شوقي؟ اه والله اتفضل كابتن شوقي. انا بشكرك جدا طبعا على المداخله الجميله دي وعلى الفكره الرائعه اللي انت قدمتها. طبعا لا يا كابتن عبد المنعم انا تحت امرك في اي حاجه. لكن كمان بشكرك على التبرع المادي اللي انت تبعته للجمعيه. لا واي حاجه ده شيء مش جديد عليك يا كابتن شوقي. الدوري بقى اعتبرني من مسكنا المنتخب لنا حاجه شهريه ثابته. ربنا يخليك يا كابتن شوقي. تقول له هتوصل زي ما بتوصل انا هتوصل فورا. يا سلام. انا عارف انك انت هتعمل كده. افكارك جميله قوي ان شاء الله ولينا قاعده وياك عشان نكمل نشوف الفكره اللي انت قلتها دي ان شاء الله ننفذها. طبعا ربنا يخليك. كابتن شوقي بقى يعني خلينا ناخدك بقى على منتخبنا الاولمبي. مبروك وطبعا ثقه كبيره جدا من اتحاد الكره في حضرتك واكيد يعني حضرتك مش بعيد عن المنتخبات. يعني كنت متواجد قبل كده مع منتخب اللي اخذ تالت عالم. كنت متواجد مع منتخبنا الاول. يعني انجازات مع كابتن شوقي غريب الصراحه. كابتن شوقي بقى تفكير الفتره الجايه والجهاز الفني طبعا كلهم اسامي محترمه سواء بقى كابتن معتم الجمال كابتن محمد شوقي وائل رياض واسامة عبد الكريم كلكم ان شاء الله ما شاء الله كابتن حاجه محترمه فعلا تليق باسم مصر يعني. الحمد لله. بص انا يعني كان حتى لما حصل كلام في هذا الموضوع كلام على الجهاز انا كنت مطمن ان الجهاز يكون فيه اشخاص من المشاهد المميزه في العالم ودول الاثنين بقوا الاثنين مدربين زي محمد شوقي وائل رياض الاثنين صغيرين كوادر بتعمل الكوادر. صحيح. بحترم حضرتك في الفكره دي. بحترم حضرتك في الفكره دي جدا كمان بصراحه يعني. معتمد كان ماسك 97 وهو اضرب اللعيبه اللي كانت موجوده دي وهيأثر علينا لمسافات كتيره وهو هادي الطباع ومدرب كويس. صحيح. ومحترم وشخصيه جميله وشخصيه ملوش اي مشاكل. انا بكلمك بصراحه. وسامع كلمه ده كان اختيار الجهاز اللي انا قلت يبقى جهاز موجود على هذا الاساس يبقى جهاز حتى جهاز متناسق مع بعضه فروقات السن وفروقات الاعمار يبقى نقدر نشتغل. احنا عندنا هدفين. اي مسابقات بتتعمل الهدف الرئيسي دلوقتي بقت النتائج. صحيح محمد انت عارف كده. صحيح يا كابتن. فالهدف الرئيسي انك لازم توصل باذن الله يعني باذن الله اولمبياد طوكيو. والهدف الثاني انك تقدر تحقق الجزء زي ما انت حققنا في كاس العالم. صحيح. لانك بصراحه ده الهدف. وهدف رئيسي هدف رئيسي ممكن يبقى الهدف موجود لكن ما بيبقاش ملموس لناس كثيره اللي هو منتخب مصر ما بعد كاس العالم هيعمل احلال وتجديد. طب ما احنا نبقى احنا اللي بنقدر اللعيبه دي اللي تقدر تقدمها للمنتخب. مظبوط. يحصل تواصل الاجيال وما يحصلش الدروب اللي حصل لنا قبل كده. فقدنا فيه ثلاث بطولات ما نعرفش نوصل لها. صحيح يا كابتن. فتبقى انت الفريق الاول بيشتغل النهارده على راس حربه مشتاقين. احنا بنشتغل على راس الحربه عشان بيشتغل على باك رايت مشتاقين بيشتغل على سيرف باك. يعني ده اللي في دماغي انا اعمله. الحاجات دي يا كابتن محمد اشمل ملموس النتائج. وعشان كده هي هدف رئيسي مننا واللي احنا هنشتغل فيه. هنشتغل في ثلاث مراحل. عندنا مجموعه بتلعب في الدوري العام ودي مجموعه ما ادتش عنها 13 لعيب او 14 لعيب بيلعبوا في الدوري العام باستمرار دلوقتي. عندنا مجموعه اللي بتلعب في الدرجه الثانيه ودول عدد الانديه فوق حاجه و50 نادي بيلعبوا في الدرجه الثانيه والمراحل السنيه دي بتلعب فيها ومجموعه بتلعب في مسابقه 97. يبقى عندي ثلاث مراحل هنقدر نشتغل فيهم في المرحله اللي جايه دي عشان نقصر المسافه.
لان لاحظ ان التجمعات مش مستمره، التجمعات على فترات كبيره. فالتجمعات دي لازم تبقى عندك هيكل تقدر تعمله بسرعه. صحيح صحيح. الشغل اللي احنا هنشتغل عليه يبقى عندنا منتخب في الاخر قوامه من 30 33 لعيب، قوام واضح للناس، قدرنا نكونه، قدرنا نشتغل معاه، قدرنا نعمل معاه في وقت تجمعات المنتخب الاول علشان تقدر تجيب لعيبه الدوري. لازم تشتغل مع مجموعه اللي فيك، واللي بتحترف بره وبصح الاول ما بننساه خالص يا كابتن محمد، لان خلاص ده شق طريق المنتخب الاول. اذا كان عندك ماتش رسمي ينفع يجي معاك، ينفع، اذا ما كانش عندك مش هيبقى في مشاكل. صحيح. لكن كابتن انتوا اول مباراه اكيد اعتقد ان هي التصفيات قربت بالنسبه للمنتخب الاولمبي، بالنسبه اول مباراه السنه الجايه. السنه الجايه ودي هتبقى الدوره مجمعه تتلعب في مصر. دوره مجمعه في مصر، ده حاجه محترم، حاجه كويسه. كويسه جدا الدوره المجمعه دي اللي التاهيل مباشره للاولمبياد. طب دي حاجه كويسه جدا يا كابتن، وفرصه كبيره وعظيمه. المسافه لما تيجي تحسب المسافه وعدد التجمعات قليل، وقت قليل قليل. انا معاك. صح. زمان لما كنت في منتخب الشباب وانت عارف يا كابتن محمد، قبلها باربع سنين لا وبتقعد واخدين الفرقه طول السنه. صح صح. كنا بنقعد احنا انا كنت بشتغل مع الدكتور محمد وكابتن حلمي كان معاكم، كنت بقعد اتفرج ونيجي نتفرج. صح. كنت طول السنه في المعسكر. وكم مباريات بقى وتجهيزات بالنسبه للبطوله نفسها. صح يا كابتن. لكن النهارده انت محتاج الوقت القصير ده توصل فيه بسرعه لهيكل. صحيح. هو ده اللي هيبقى موجود. ابتديت يا كابتن في اختيار الهيكل ده بالنسبه لكلام حضرتك ولا لسه؟ انا عارف ان انت اكيد اكيد باصص وحاطط عينك على ناس. خلاص. اللعيبه اللي بتلعب في الدوري بنسبه 80 او 90% انا عارف وبشوفهم وكل حاجه. لكن في اماكن كثيره لما تيجي تفكر فيها بتبقى عندك صعوبات. زي ما تيجي تقول مثلا ايه، هو مين حارس بيلعب في المرحله السنيه دي؟ وانت لما تيجي تلعب المسابقه نفسها هتلاقي نفسك بتلعب مع لعيبه محترفين في افريقيا، دول كلهم بيلعبوا في اوروبا. لان اللعيبه هيبقى عنده 22 سنه 23 سنه. صحيح. فبتهيألي مش هيبقى في حد بيلعب في بلده. صح. لما هيجوا يلعبونا. صحيح يا كابتن. لازم نبحث وندور على مين اللي بيلعب عشان نعده كويس. صحيح. في في الدوري بيلعب، يعني اللي في الدوري كله بيلعب جونين او حاجه بداوا يشاركوا، لكن لازم نشوف ناس تبدا بتشارك على طول. في يمكن المنطقه الاماميه دي للمنتخب فيها ناس كتير بتلعب دلوقتي وبدات كويسه وبتلعب في الدوري بتلعب، لكن ممكن في نص الملعب ما تلاقيش ناس كتيره، في المدافعين ما تلاقيش ناس كتيره. بس يعني احنا باذن الله هنشتغل ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله يا كابتن شاوي، بالتوفيق ليك ان شاء الله وجهازك الفني ان شاء الله. الوصول لاولمبياد طوكيو دي حاجه مميزه، وجود التصفيات هنا او المباريات المجمعه هنا عشان نوصل ان شاء الله على طول، وتبقى في دعم جماهير، وان شاء الله يبقى موجود بقى الجمهور بقى في الوقت ده كمان يا كابتن، وهنبقى وراكم دايما باستمرار يا كابتن شاوي. الف الف مبروك لحضرتك يعني حبيبي كابتن شوقي غريب، طبعا المدير الفني لمنتخبنا الاولمبي، كل التوفيق ليه.